السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخيرين، مرحبا بكم في قناتي تيواتم انصاف. اليوم جيت غنقدم لكم شوفان كراميليزي على هذه الطريقه هذه اللي طلبوها مني عده اخوات، واليوم جيت غادي نقدمها معكم اللي هي الطريقه والمقادير جد سهلين وبساطين وكنستعملوا في عده اشياء بحال تزيين صابلي والكيك وعده اشياء. ان شاء الله غادي نبداو معكم في الطريقه والمقادير. عندي هنا واحد الكاس ونصف من الشوفان، عندي ملعقة ونصف كبيرة من الزبدة، عندي كأس عنبة من السكر كلاسي، وعندي كذلك واحد ساشي من السكر فانيلا. أول شيء كنجيب واحد الكاسرون وكنوضعو فيه ديك الملعقة ونصف من الزبدة، أولا يمكن لكم ديرو جوج المعالق كبارين من الزبدة، ثم كنخلطو السكر مع الشوفان والسكر فانيلا. بهذا الشكل هذا وكنمشيو باش اننا غنذوبو ديك الزبده ديالنا على نار مهيله كيف ما كتلاحظوا. انا كنذوب في الزبده، من بعد ما كتذوب لي الزبده على هذا الشكل هذا غادي نزيد عليها الخليط ديال الشوفان والسكر دائما على نار مهيله البنات، وانا كنخلط في داك الشوفان مع الزبده بهاد الطريقه هذه. وغادي نبقاو معاه البنات على نار مهيله وحنا كنحركو وما كنزكوش على التحرك باش انه يتحمر لنا ويتكراميليزا كامل يعني كاع الحبات. غير صبروا معاه البنات، راه كياخذ واحد شويه الوقت، مي راه كيتحمر وكيجي مكراميليزي كامل حبه بحبه، فما تزقوش عليه من التحرك ودائما على نار مهيله. وهذا هو الشكل ديالو بعد ما حمرتو، الشكل النهائي اللي كيجي جد رائع ومحمر كامل كيف ما تتلاحظوا. كنستعملوه في عده اشياء بحال تزيين صابلي، بحال تزيين طرطات كلاصي، بحال طبقات المقرمشات، كيجي رائع وجميل، وهذا كيبقى يعني اقتصادي.